هو التطرف معناه البعد عن الوسط او تجاوز حد الاعتدال. الفكره لما بنيجي نتجاوز حد الاعتدال، لو بنروح ناحيه اليمين لو بنروح ناحيه الشمال، فالخروج عن القيم اللي ارتضاها المجتمع ده بيعتبر تطرف. وانا بتيجي المشكله الاهم، ايه هي القيم اللي ارتضاها المجتمع اصلا؟ ففي ظل مرحله التحولات والانتقال اللي بتمر بيها مصر، بتصبح القيم دي في محل نقاش، فبالتالي بيصبح في عمليه اختلال في مفهوم القيم. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان التطرف في حد ذاته مش حاجه سيئه، لانه التطرف ده قد يكون تطرف مثلا في حب الوطن، قد يكون تطرف في حب قيمه ايجابيه. هو يبدا يتحول حاجه سيئه لو تحول لسلوك عنيف او ارتبط بممارسات ارهابيه.